لا وصلنا لمحطتنا الأولى لليوم، ورح نتعرف عليها مثل ما ذكرنا بالمقدمة عن مرض التوحد، وهو أحد الاضطرابات التابعة لمجموعة من اضطرابات التطور المسماة باللغة الطبية باضطرابات في الطيف الذاتوي، تظهر في سن الرضاعة قبل بلوغ الطفل 3 سنوات على الأغلب. والحديث عن مرض التوحد بشكل موسع أكثر، بسعدنا نرحب بالأخصائية الاجتماعية والنفسية ميسم الحصرية. يسعد صباحك، صباح أهلا الخير، وسهلا. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بك ميسم. بالبداية يعني نحن حكينا كثير بحلقات سابقة عن مرض التوحد وعن نشاطات المركز أيضا بخصوص مرض التوحد، ولكن اليوم خلينا نحكي يمكن مع خلقة الولد، كيف نحن فينا نعرف إنه هذا الولد معه توحد، كيف فينا نحن نهتم فيه مع بداية خلقته مشان يمكن ما تتفاقم الحالة لبعدين. هلا نحن بنقول او فينا خلينا نقول انه اغلب الاسباب اللي عم تكون موجوده عنا او الشيء الاساسي اللي ممكن موجود عنا لنقول انه هذا الطفل ممكن انه يكون في عنده توحد، انه بيجي الطفل معه نقص اكسجه او بيصير عنده نقص اكسجه اثناء عمليه الولاده. فبنلاحظ انه الولد اول ما خلق ممكن يظهر عنده علامات نقص الاكسجه مثل زراء تحت الشفاف او ممكن اطراف الايدين او اسفل الرقبه يكون في عندنا اللون الازرق، فمعناتها هذا الطفل صار في عنده نقص اكسجين. فنحن بنحاول قدر الامكان انه فورا نعرضه على طبيب اطفال فور ولادته، نقترح انه ينحط بحاضنه اذا هو فعلا بحاجتها، وايضا نهتم بالبي 6 بي 12 ببدء عمليه فينا نقول تربيه الطفل بالاشهر الاولى فينا عن طريق الكيدافيت او الفيتامينات اللي ممكن تنعطى للطفل بهذا العمر. فممكن هون نتلافى نقص الأكسجين اللي يصير عنده، أو ممكن نطور الحالة الدماغية لهذا الطفل. معقول يعني ما تتفاقم الحالة، معقول يشفى؟ هلأ ممكن إنه مو يشفى، يعني خلينا نقول إنه ما رح يتم الشفاء إذا ما تفاقمت الحالة، ولكن ممكن ما تتطور الحالة لنقص أكسجة أكبر فيتفاقم عنا، أو فينا نقول يفقد مهارات أكثر كطفل توحد. طيب اليوم ميسم، نحن الأم كيف ممكن نتميز بين أنواع التوحد، وإيمت فينا نقول عن التوحد هو مرض وإيمت ممكن يكون هو اضطراب مثل ما ذكرنا أنه يمكن يكون قابل للعلاج؟ صحيح، أغلب المسميات الأخيرة كانت عم تحتار انه هل التوحد مرض او التوحد اضطراب. هلا نحن فينا نعتبره مرض اذا كان مترافق مع فينا نقول شيء نمائي او فينا نقول خلل نمائي. عندنا مثلا ممكن يترافق هذا الطفل بنقص بالنمو، يعني بنلاحظ انه الاطراف احيانا هي اصغر، ممكن يكون عندنا مثلا خلل بنمو الاسنان، خلل ب فينا نقول المهارات الحركية، إنه الولد ما مشي بوقته، ما تحرك بوقته، ما ناغ بوقته، فممكن يكون مرض فينا نقول مثل متلازمة رقاد هو بيترافق عنا خلل دماغي مع التوحد، ففينا نقول عنه مرض. ليش؟ لأنه هو بيحتاج مننا دواء كيميائي أو فينا نقول معززات كيميائية ليصير في عنا حالة علاجية. اما الاضطراب اللي هو مثل اضطراب مثلا متلازمة سبيرجر، طيب في التوحد، توحد كلاسيكي، توحد تفككي، هون ما صار عنا، فهو اذا اضطراب. نعم ميسم، خلينا نحكي يمكن الطعام او الغذاء الصحي بيأثر على اطفال التوحد، يعني ممكن يزيد الحالة. هلا اكيد انا بقول الحمية الغذائية هي جدا 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 مهمة، لانه نحن بمكان او باخر حتى الطفل الطبيعي او نحن كاشخاص طبيعيين مثل ما احيانا بنقول انه انا رحت على الفحص اكلت فول فانه انا ما عاد ركزت، هذا الشيء اكيد ما اجى من فراغ، هو حقيقي، لانه نحن فينا نقول انه من 40 ل 60% من الطاقه الدماغيه او من طاقه الدماغ بنصرفها نحن لاطلاق العصاره الهضميه. فاحيانا انا بقول انه انا اذا اكلت شيء معين بصير عندي تركيز، يعني مثل بيقولوا لك انه كل شوكولا، فالشوكولا بترفع عندك الذاكره او بتخليك تحتفظ بالمعلومات بشكل اكبر. لا تاكل كذا، فهو السبب اكيد،
مو هو المكون الموجود، ولكن قديش ممكن يساعدنا بانه الجهاز الهضمي ما ياخذ من طاقه الدماغ اللي هي بتتعلق بالذاكره، باسترجاع المعلومات، او فينا احيانا نقول بالعصف الذهني اللي ممكن يكون عند هذا الطفل. فكيف اذا كنا عم نحكي عن تاخر بعمليه المعالجه اللي هي بتصير عند طفل التوحد، فنحن قديش لازم نكون فينا نقول محتفظين بطاقة دماغية أكبر لتتم عملية الإدخال والمعالجة والإخراج الصح. يعني شو هو الأكل الصح اللي لازم يأكله؟ هلأ لكل طفل في عنا بصمة غذائية، في عنده حساسية لأشياء معينة، نحن عطول منقول أنه الطفل لازم نعمل له بصمة غذائية، فبناء على حساسيته لأطعمة معينة. أغلب أطفال التوحد بيكون في عندهم حساسية للحليب، فممكن نستبدله بحليب الصويا. في معظم منهم بيكون أيضا بيعاني من مشكلة مع البروتين، المعدة ما بتكون قادرة على الهضم بسرعة، فممكن أيضا نوصف لهم شيء بيعوض مكانهم كفيتامين، وأكيد بيعطينا مرونة أكثر كهضم. مثلا يمكن نعرف طفل التوحد عنده حالة شعورية معينة بتكون، فأكيد في نشاطات معينة اليوم بنلجأ إلى أو ممكن تلجأ إلى الأم، مثل الأشغال اليدوية أو الأعمال اليدوية يمكن لتحسن شوية من حالته. خلينا نحكي عن دور هاي النشاطات. تمام. هلأ منقول نحن حتى الطفل الطبيعي ومن زمان كتير كانوا كتير يحكوا عن أهمية الأشغال اليدوية، مثل ما قال فروبل إنه أغلب عمليات التركيز والانتباه بتجي بناء على وجود شيء مركز عم يشتغل فيه الطفل مثل الأشغال اليدوية. فنحن كتير منركز على الأشغال اليدوية سواء بمركز بيسام بالقامشلي أو مركز أثر بالتضامن أو مركز ملائكة الجنة بجرمانة. يمكن كانت نوعا ما شيء غريب بالنسبة للعمل مع طفل التوحد، ولكن هي جدا مهمة لأن بتوصلنا لمهارات تركيز عالية، زائد انه بتحسس الطفل بالانجاز، واللي هو الشيء اللي صعب الطفل يشعر فيه. فينا نقول كعتبات، يعني احنا بتكون عتبات الالم مرتفعه او عتبات الخوف مرتفعه عنا، فنحن لما نخليه يشتغل بهي الاشياء الدقيقه فرفعنا عنده العتبات الحسيه، واللي هي تعتبر انجاز عن طفل التوحد. فممكن نحن نشتغل بالخرز، ممكن نشتغل بعمليات القص لأن احنا بنفقد عمليات تآزرية كطفل توحد، ممكن أيضا نشتغل كأشغال يدوية بعمليات اللصق اللي هي بتعطينا هذا التطابق الذهني الصوري واسترجاع للأفكار اللي بيكون هو شاغلها، كتدريبات فينا نقول معرفية مثل الأشكال الهندسية، مثل أحيانا الأحرف، مثل أحيانا حتى التآزر الحسي الحركي اللي ممكن تطبقه طفل التوحد. نعم. خلينا نحكي عن دمج الطفل السليم مع طفل التوحد. يعني دائما بنحس الأهل بيبتعدوا عن إنه دمج أطفالهم السليمين مع أطفال التوحد. هون خلينا نحكي قديش مهم لطفل التوحد وللطفل السليم أيضا الدمج والاندماج. أكيد مثل ما ذكرتي حضرتك هو جدا مهم. هلأ أغلب أهالي الأطفال الطبيعيين بيتخوفوا نوعا ما من الفكرة، لأنه هي فكرة كتير حلوة، لأنه أنا عم أعلم طفلي أنه يتقبل الآخر. بأي عمر بيتقبل؟ بأي عمر ما بيتأثر؟ بأي عمر ما بيحس بخوف؟ بأي عمر أنه بيفهم أنه أنا عم ساعده لهذا الطفل لحتى يشفى؟ هلأ أنا بقول بأي عمر ممكن يتقبل، ولكن لما بنكون نحن عم نشتغل صح. يعني أكيد أنا ما رح كون عم فوت حالة دمج وأنا ماني مهيئة الطفل الطبيعي، لأنه نحن بده يفوت لعنا كذا، كون مفرجيتهم صور، كون عارضت لهم مثلا كسينما فيلم عن هذا الطفل كيف كان كيف صار نحن وين وصلنا، هل هو بيلعب مثلك؟ ليش؟ لأنه أنا النظرة الأولى للطفل ممكن تكون مفعمة بالخوف، ممكن تكون فيها استغراب يعمم طفل التوحد ويخاف. أيضا أنا بقول كطفل توحد كتير لازم يكون مهيئ بأنه أنا بدي فوت على هذا الجو، ممكن يكون أيضا داخل كخطة دمج مع أطفال طبيعيين، معي شادو، معي مرافق، ما أتحسس من وجود حدا عطول عم بيوجهني، عطول عم بيقلي اعمل هيك لا تعمل هيك، هلأ اضحك، هلأ بادر، هلأ اتعرف. فأنا لازم كون كتير مهيئتهم صح للطرفين. فهي الخطوة اللي نحنا إن شاء الله حاليا بده يصير في عنا
حفل تخريج بمركز بيسان وأيضا مركز أسر وأيضا مركز ملائكة الجنة، بدنا نخرج فيهم أطفال للحياة الطبيعية. إن شاء الله بتكونوا مرافقيننا وبتشوفوا هدول الأطفال قديش هن صرنا بعيدين عن فكرة إنه فعلا هذا الطفل كان في شيء سابقا. نعم، واليوم يمكن صار بشكل معافى. أكيد بنوجه تحية لكل الجهود المبذولة اللي عم تقدمها اليوم، ودائما كل الصحة والسلامة لكل أطفالنا. بدنا نحكي اليوم معك، اليوم نحن بال 2019 وأكيد العلم تطور والمفاهيم تغيرت، إذا بنقول حالة الوعي اليوم بالمجتمع صارت أكثر لطفل التوحد، ولكن للأسف بعض يعني في ممارسات اليوم وأخطاء شائعة بعد موجودة، خلينا اليوم نضوي عليها بمساحتنا لليوم بطفل التوحد. شو هي أبرز الأخطاء الشائعة اللي عم تكون بالتعامل مع هذا الطفل؟ هلأ أبرز الأخطاء أنا من وجهة نظري أولا كأم وبعدين كاختصاصية، أنا بقول إنه أنا ما لازم خبي طفلي، ما لازم خبي طفلي شو من كانت مشكلته، لأنه كل ما أنا خبيته كل ما حطيته بهي الزاوية كل ما أنا بده يصعب علي إنه بعدين اطلع من هذا المكان. أنا بفتخر بطفلي شو من كان، أنا بفتخر بطفلي بمجرد إنه أنا قادرة امشي معه اشتغل معه قادرة اقدم له، فأنا ماني خايفة عليه. أيضا من أحد الأخطاء الشائعة اللي أنا بعتبرها كتير مؤثر هو عدم التنسيق بين أولياء الأمور والمركز بالشغل مع الطفل، أو حتى بين أولياء الأمور والمدرسة مع الطفل الطبيعي. أنا الكتير لازم أكون متواصلة معهم صح، كتير لازم أعرف وين نقطة القوة وين نقطة الضعف بابني لأقدر أشتغل عليها، لأن بعتبر أنا أي طفل هو عبارة عن فينا نقول مثل السفنج، ممكن يكون في عنا ثغرات لازم نحن نمليها، لازم نشتغل على انه نحن نعبيها. احيانا بتكون في عنا مواهب ما انا ظاهره حاجه نضوي عليها، مكتومه، او احيانا فينا نقول انه ما بتظهر غير بوجود طفل اخر، فممكن انا نميها ممكن اشتغل عليها. ايضا من احد الاخطاء الشائعه انا بقول هو تدريب الطفل على التعميم، سواء بمواقف اجتماعيه سواء بوجود حالات تعبيريه وايضا بوجود اشياء شعوريه او معرفيه. لازم علمه انه يعمم، سواء كان طفل طبيعي او كان طفل توحد، حتى باللون ممكن ينوجد بالشجره، ممكن ينوجد بالحديقه، ممكن ينوجد بتيابي، ممكن ينوجد بتيابك، بتياب رفيقك، اخوك. فأنا بشوف هذا التعميم شيء كتير جميل ممكن نشتغله مع الطفل. تمام، وأكيد يعني لازم الدمج بالمجتمع، وصار في مراكز كتيرة إنه نحنا نحط أولادنا فيها، وأكيد نتشكرك ونتشكر كل الجهود. وناطرين تخريج الدفعة الأولى ولا جديدة؟ الدفعة الجديدة هي صارت الثالثة أو الرابعة. الثالثة؟ حلو كتير، إلى الحياة الطبيعية. شكرا كتير لك يا ميسم. شكرا كتير لكم، لصباحكم الحلو. شكرا كتير لكم ميسم الحصرية الأخصائية النفسية والاجتماعية، شكرا كتير لك ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها، وأكيد كل التوفيق لكم. شكرا.